رمضان كريم مشاهدينا، ورمضان والناس يطل عليكم عبر شاشة يمن شباب كالعادة في فقرات متميزة، ونتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا بإذن الله تعالى. يسعد مساكي صفاء. يسعد مساكي سماح، وتحية رمضانية لكل مشاهدينا في كل مكان. تحية أيضا للشيف تهاني في المطبخ، واللي حتقدم لنا أيضا اليوم وصفة جديدة ومميزة. يسعد مساكي تهاني. يسعد مساكي حبيبتي صفاء، كيف الحال؟ تمام، كيفك سماح؟ تمام الحمد لله. كيف الصيام معك؟ تمام الحمد لله. ايش مجهزة؟ انا على فكره اول رمضان بكون بكامل قوتي، بعدين بصير اتعب. صحيح، على يعني اول رمضان ما بتعب الناس. انا عكس الناس، انا اول رمضان بكون كثير قويه وكثير متحمله الصيام، بعدين بصير. ايش بتكون وصفتنا اليوم؟ اليوم على طبقنا تشيز كيك بالبسبوسه. جميل، يعني مره حلا ومره موالح، يعني منشكل مره حالي مره مالح. تمام. اذا رح يكون معك نتعرف على وصفتنا لهذا اليوم، وايضا نستعرض معكم مشاهدينا فقراتنا ومحطاتنا الرمضانيه. البدايه ستكون في جوله تاريخيه الى مدينه حبان في محافظه شبوه مع الزميل عبد الغني خسروف، نتعرف اكثر على هذه المدينه. نعم، في الفقره الطبيه بنتحدث عن الامراض المزمنه والصيام. نعم، واطفال رمضان، يعني نتعرف على يوميات اطفال رمضان واجواء البراءه في هذا الشهر الفضيل. نتعرف على يوميات الطفل محمد في شهر رمضان الفضيل. نعم، في تزكية وروحانيات كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، سنتحدث عن خصوصية الصيام عن سائر العبادات. وأيضا معنا تحية رمضانية لهذا اليوم، ستكون تحية متميزة تأكيد. نعم، تأكيد كالعادة. وبيكون معنا مين في التحية الرمضانية؟ طبيب. نعم، سوري وخالد نظيف. نعم، سنتعرف. نعم، أكيد خالد نظيف هو طبيب سوري كان في اليمن. نعم، سنتعرف ماذا افتقد لرمضان من اليمن. فقرة حكمة نسلط الضوء فيها على استباق وهج الشكر لله، وهو من أهداف الصيام السامية. وبتكون معنا كالعادة فقرة المسابقة الرمضانية مع عبد الغني خسروف مراسلنا، ما هي كلمات الترجي باللهجات اليمنية؟ نعم، اليوم معنا أكيد تحدي كبير وحس فكاهي عالي في هذه المسابقة. خيركم لأهله، هذه الفقرة المميزة وعمل الزوجة وإيفائها بمسؤولياتها. نتعرف أكثر على المسؤوليات التي تقوم بها الزوجة خاصة في شهر رمضان. نعم، في فقرة أعلام يمنية بنتحدث عن الشيخ يحيى الدرة، وهو صوت أعلام دعوي في اليمن. واستطلاع الشارع نتساءل فيه، هل فعليا اختلف رمضان زمان عن رمضان اليوم؟ هل اختلف فعليا صفاء؟ بس هنتعرف اكثر في الاستطلاع. نعم، حول هذا الموضوع. اذا تشاهدون كل هذه الفقرات والمحطات واكثر معنا في مشوارنا الرمضاني لهذا اليوم. فاصل قصير ونبدا معكم. يا سعدنا يا فوزنا، رمضان وأمس
يا رمضان وما أجمل أيام وليالي رمضان. نتمنى أن يجلب لنا الخير كالعادة في كل عام، ونتمنى لكم مشاهدينا دوام الصحة والعافية، ونذكر بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا. الكمامة، القفازات، والعناية بالنظافة الشخصية، بالإضافة للتباعد الجسدي لضمان تقليل الإصابات وعدم أيضا الإصابة بهذا الفيروس. صحيح، الفيروس قاعد يتحور أكثر وتظهر منه نسخ أكثر خطرا وأكثر فتكا، فبالتالي الالتزام يصبح يعني محبب أكثر، ويعني لازم هو الدرع الأول صراحة للوقاية، الوقاية خير من العلاج. صحيح، عشان أنفسكم وعشان كمان أحبابكم، إذا أنتم مستغنين عن أنفسكم أو مش هامكم تحافظوا على أنفسكم، ولكن يعني في أقارب. نعم، والأهل أكيد. بالضبط، نحافظ عن من هم حولنا، خاصة إذا كان في أشخاص حولنا عندهم أمراض مزمنة. صحيح، نحافظ عليهم ونحافظ على أنفسنا أيضا، أطفال أيضا. الوقت. نعم. نعم، بداية مشوارنا الرمضاني لهذا اليوم ستكون تاريخية حبان. من نعم. مدينة حبان. من مدينة حبان، حيث تعتبر هذه المدينة واحدة من أهم المدن التاريخية والمرشحة للانضمام إلى قائمة المدن التاريخية اليمنية بحسب تصنيف منظمة اليونسكو. نعم، وقد احتلت هذه المدينة موقعاً جغرافياً مهماً في جنوب شبه الجزيرة العربية واليمن، مما جعلها قديماً مركزاً للقوافل التجارية القادمة من الموانئ البحرية جنوباً وذاهبة إلى مناطق يمنية في أقصى الشمال كبيحان ومأرب وحريب والبيضاء وغيرها. وتميزت مدينة حبان الشبوانية بطابع جعلها إحدى مدن الحضارة الإسلامية في اليمن، ومن أهم معالمها جامع حبان الذي يعود تاريخه إلى عام 266 هجرية، والواقع على ربوة مرتفعة حتى أنه يمكن مشاهدة منارته من الأماكن البعيدة. إذن نتعرف سماح إلى تفاصيل أكثر عن مدينة حبان التاريخية والمنارة الإسلامية في تقرير الزميل عبد الغني خسروف. من مدينة حبان التاريخية نرحب بكم مشاهدينا الكرام. هذه المدينة التي تعتبر من أهم المدن التاريخية في محافظة شبوة، والتي تتميز بمسكنها ذات النمط المعماري الأصيل. سنتعرف أكثر حول معالم هذه المدينة خلال هذا التقرير. من المدن اليمنية التي تقع في محافظة شبوة، وهي من المدن العريقة التي تتمتع بتاريخ طويل يعود إلى فترات ما قبل الميلاد. تعود المدينة إلى قبيلة حبان التي سميت على اسمها، ويعود تاريخ وجود هذه القبيلة إلى بداية القرن السابع قبل الميلاد. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. معنا في هذه اللحظة الشيخ أبو بكر المحضار، خطيب مسجد حبان التاريخي، ليحدثنا أكثر عن هذه المدينة التاريخية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا حدثتنا عن أبرز المعالم التي تحتوي هذه المدينة. حبان تعتبر من المدن القديمة التاريخية التي تشتهر بمعالمها القديمة، ولعل من أهم تلك المعالم الذي نحن بجانبه جامع حبان التاريخي، الذي يذكر أنه تأسس في عام 266 للهجرة. من ضمن المعالم أيضا مدرسة الزهراء الحبانية، وقبلها مدرسة الشبلي، مدرسة الخير، التي تعتبر من أقدم المعالم، والمصنعة التي تعتبر دار الحكم بأيام السلطنة الواحدية، وكذلك كريف حبان الذي يعتبر خزان ماء ينتفع الناس به من سيول وغيرها. عمر هذه المدينة كما ذكر في كتاب ما جاءت به الأزمان أنها قد ذكر بعض السواح أنها من أيام المسيح عيسى، ذكر بعض السواح، وهذا مصادر يعني قد يستانس بها، ولا تعتبر مدينة قديمة وفيها من العلماء وبيوت العلم، وفيها يتجه وإليها يتجه طلاب العلم، وفيها مدارس للعلم، وفيها مخطوطات وكتب،
وقد كان يذكر أنه في جامع حبان يأتي إلى العلامة ابن عبد الصبور 50 طالب يحضرون عنده في حلقة فقهية. بالنسبة لمكتبة حبان، ما هي الأشياء التاريخية القديمة التي تحتويها؟ هي بنفسها تعتبر قديمة وتحتوي على مخطوطات، والمخطوطات هذا أوقفها الشيخ محمد بن حسين الإبريق وبعضها لبعض علماء حبان، مخطوطات قديمة قد تصل بعضها إلى عمرها 500 عام، وقد حقق بعض منها. من ضمن تلك المخطوطات التي حققت كتاب شذور الإبريز لأحد علماء حبان الذي توفي قبل 400 عام، وألف هذا الكتاب وطبع الآن في العصر الحديث. وكما ذكرنا قدمها بقدم الجامع، لأن الجامع يذكر أنه قد دعي فيه للخليفة عمر بن عبد العزيز. تعتبر مدينة حبان مركز أيضا تجاري، فقد كان في الزمن السابق تأتي إليه القوافل والتجار، وكانت له بوابات سور حبان، وتدخل هذه البضاعة وتجمرك من قبل الحكومة، فكانت مأوى لكل المناطق يأتون إلى تلك إلى سوق حبان، فهو مقصد أو يعني مقصد تجاري وسوق كبير، والآن لا زال أيضا سوقا تجاريا في العصر الحديث. تتميز حبان بمساكنها ذات النمط المعماري الفريد والجميل، وتشتهر بالبناء الطيني الأصيل الذي يحمل خصائص جمالية بديعة. تولى على حكم المدينة العديد من سلاطين آل عبد الواحد، ومن أبرزهم السلطان عبد الواحد بن صلاح الواحدية. ناصع لحبان تشهد عليه معالم وآثار تتوزع في أنحاء المدينة التاريخية وتصارع من أجل البقاء. الكرام، نصل إلى نهاية هذه الفقرة، إلى لقاء آخر في أمان الله. شكرا عبد الغني على هذه الجولة التاريخية في مدينة حبان. وكما شاهدنا أحد الضيوف الذين ظهروا مع عبد الغني تحدث بأن هذه المدينة موجودة منذ أيام المسيح، قديمة جدا، وهي مدينة أيضا للعلوم الإسلامية مثل مدينة تريم في حضرموت، وأيضا مدينة زبيد في الحديدة يرتادها الطلاب من أقصى بقاع العالم لدراسة العلوم الإسلامية. حتى أنه يعني أول ذكر لمدينة حبان مش بس في عهد المسيح، كانت قبل القرن السابع للميلاد أيضا، مش يعني هي أقدم كثيرا. نعم. من مما ذكر الشخص. كل يوم نتعرف أكثر عن قدم هذه الحضارة. نعم. الضاربة في جذور التاريخ، حضارة اليمن. وكما شاهدنا أيضا التنوع الزراعي في هذه المدينة، أشجار المانجو وغيرها من المزروعات التي تشتهر فيها مدينة حبان. نعم. إذن ننتقل إلى الفقرة الطبية الآن مشاهدينا، نتعرف فيها على أهم النصائح والإرشادات لأصحاب الأمراض المزمنة، خاصة خلال ساعات الصيام. فعلا، لأنه شهر رمضان طبعا يعتبر تحدي أكبر للمصابين بالأمراض المزمنة مثل داء السكري، أمراض القلب، الكلى، غيرها من الأمراض. طبعا لعلاقة الصيام مع الطعام، سواء بالامتناع عن تناوله أو بالإكثار منه خلال الليل، وكذلك طبعا النشيد النشاط البدني عفوا غير المعهود الذي يبذله الصائم عند قيامه بالفرائض خلال هذا الشهر. إذن ستشرح لنا الدكتورة الصيدلانية روان عبد السلام في الفقرة الطبية عن صيام الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وهل صيامهم يؤثر بالسلب عليهم أم لا؟
السلام عليكم، كل عام وانتم بألف خير بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. رح أحكي معكم هلأ عن كيفية صيام مرضى الأمراض المزمنة. طبعاً الأمراض المزمنة تعرف حسب منظمة الصحة العالمية بأنها هي أمراض تعتبر كامنة، وعندما تكتشف تستمر عند المريض لأكثر من 3 أشهر وتستمر عنده مدى الحياة. لا يوجد لدينا لها علاجات إنه once إن أخذناها أو أول ما نأخذها إنه يتم العلاج، ولكن العلاج بخفف من أعراضها ومن حدوث المضاعفات، مثل مثلاً عندنا أمراض القلب والسكري والكوليسترول والغدة الدرقية والسرطان. طبعاً من المهم جداً بالنسبة لمرضى الأمراض المزمنة قبل حلول شهر رمضان المبارك أن يذهبوا إلى الطبيب المختص لكي يقوم الطبيب بتشخيص حالتهم ويشوف هل لديهم المقدرة الصحية والاستطاعة الصحية للصيام أو لا، لأنه ديننا الإسلامي دين يسر وليس عسر. في حال أنه الطبيب نصح المريض بعدم الصيام يجب عليه المطاوعة وأنه ما يصوم، لأنه ممكن تحصل العديد من المضاعفات مع مرضى الأمراض المزمنة. ممكن يصير في عندهم هبوط بالسكر، ارتفاع بالسكر، هبوط بالضغط، ارتفاع بالضغط، ومشاكل صحية خطيرة. هلا حتى لما الطبيب يسمح لهم بالصيام يجب عليهم أن يلتزموا بالتعليمات اللي بيعطيهم إياها الطبيب، وأن يكون في عندهم جهاز لفحص السكر، جهاز لفحص الضغط، ويتم قياس المستوى تبع السكر عندهم أو الضغط عدة مرات خلال اليوم، ويكون في عندهم استمرارية للمتابعة مع الطبيب. هلا بالنسبة لمرضى الضغط عادة يسهل ضبط أدوية الضغط لأنه هي مرة أو مرتين باليوم، إذا مرة مع الفطور وإذا مرتين مع الفطور والسحور. هلا بالنسبة لمرضى الضغط اللي بيعطيهم الطبيب أكثر من تركيبة لحتى يسيطر على الضغط عندهم، مع تطور الأدوية ومجال الصناعات الدوائية في عنا أدوية يعني بتحتوي هاي التركيبات، يعني بيجي عنا دواء مركب بيحتوي هاي التركيبات يعني بتاخذ وبيسهل عليهم للمرضى هذا الموضوع، بكتب لهم إياه طبعا الطبيب. بالنسبة لمدرات البول، طبعا مدرات البول لازم نأخذها مع الفطور وليس مع السحور، لأن مدرات البول بتسبب خسارة السوائل وبتعمل يعني جفاف بالجسم، فيعني بيسوي مشكلة عند الأشخاص إذا أخذوه بالسحور أثناء فترة الصيام. طبعا مرضى الضغط لازم يخففوا من أكل الموالح والمخللات ويشربوا الكثير من السوائل والماء. مهم كمان نحكي أنه بشهر رمضان بيكثر عنا عرق السوس اللي هو من المشروبات الرمضانية. عرق السوس يجب على مرضى الضغط أن يحذروا منه لأنه بيسبب احتباس السوائل وبيرفع ضغط الدم. بالنسبة لمرضى الغدة الدرقية دائما بتسألوا كيف أنه إحنا نصوم خلال شهر رمضان المبارك وكيف ناخد أدويتنا خلال شهر رمضان المبارك. طبعا دواء الغدة الدرقية الثايروكسين هو دواء حساس له خصوصية خاصة، ما بيصير ناخده لا مع الأكل ولا مع دواء آخر، لازم تكون المعدة فاضية. في الأحوال العادية بناخده قبل الأكل بنص ساعة. في شهر رمضان المبارك المريض عنده خيارين، يا إما بياخد حبة الدواء وبيشرب كاسة المي وبيستنى نص ساعة على ساعة، يا إما إنه بياخده قبل السحور بنص ساعة على ساعة، على شرط إنه يكون آخر وجبة أخذها من 3 ساعات. بالنسبة لمرضى القلب عادة يعني هو يا مرة يا مرتين باليوم، فما في تعديل جديد عليهم بالنسبة لشهر رمضان، ولكن لازم يزور المريض الطبيب لحتى يقرر له إمكانية الصيام من عدمه. إذا كان عنده أكثر يعني عنده 3 جرعات مثلا، هون بيراجع الطبيب لأنه ممكن يعطيه زمرة دوائية مشابهة له اللي تغطي يعني مرة أو مرتين وتسهل عليه أخذ الدواء. ورمضان مبارك إن شاء الله. إذن شكراً للدكتورة روان عبد السلام على كل هذه النصائح القيمة عن كيفية تعامل ذوي الأمراض المزمنة في شهر رمضان. تمنياتنا طبعاً لكم بالصحة ودوام العافية بإذن الله. نعم، أكيد من أكيد على ضرورة المتابعة مع الدكتور المختص أو الدكتور المتابع للحالة لزيادة ممكن جرعات الدواء أو التقليل من جرعات الدواء، أو حتى ممكن يحدث المريض أو ينصح المريض بالصيام أو عدم الصيام في شهر رمضان. أكيد في رخصة بتكون للأشخاص اللي بيضطروا يأخذوا دواء خلال ساعات النهار إذا كان في خطورة على حياتهم أو خطورة على حالتهم الصحية. صحيح، ولا ينصح طبعا بالتعامل بعشوائية مع هذه الأمراض. نعم، طبعا أكيد المتابعة مع دكتور مختص دائما هي يعني واجبة.
نعم أكيد صفاء. إذا سنذهب الآن إلى مطبخ رمضان والناس، رح نتعرف اليوم شو طبق الحلويات اللي جهزت لنا يا شيف تهاني. رح أروح مباشرة لعند الشيف تهاني الآن. يعطيك العافية شيف. الله يعافيكي، طولنا عليك اليوم بانتظاركم. يعني أنا بانتظارك. أنا لما أكون الوصفة متحمسة لها وبحبها بكون تستنينا بكون كتير متحمسة وبستنى فيك وبكون على نار. نعم، إذا معنا طبق حلويات، طبق حالي كمان بعد الإفطار، وإن شاء الله يكون طبقها كمان سهل وسريع لكل السيدات. صراحة بيغلب أحيانا الحلويات إذا بدنا نعمل بعد وجبة الإفطار ونتحير شو نعمل فيه. ندور على شيء سهل. أجمل بعد الإفطار نكون تعبانين يعني. وصراحة أنا ما بحب بس إنه مثلا قطايف بشهر رمضان لازم قطايف ناكل، أو مثلا بلح الشام أو الرواني أو الحلويات بس اللي بشهر رمضان. كمان فيه مجموعة مختلفة من الحلويات ومتنوعة ممكن نعملها بشهر رمضان. شو محضرنا اليوم؟ اليوم بدنا نعمل تشيز كيك بالبسبوسة. يا عيني، طبق فخم، طبق حلويات اثنين، بسبوسة وتشيز كيك. بسبوسة وتشيز كيك اثنين في واحد اليوم. نعم. أول شيء الطبقة الأولى بدنا نستعمل 2 كوب بسكوت النخال الكاملة دايجستيف. إذا مش متوفر ممكن أي نوع بسكوت، بس هذا يفضل له نكهة أطيب. عندنا 100 جرام زبدة دايبة. تمام. هاي الطبقة الأولى. الطبقة الثانية بدنا نستعمل نعمل طبقة التشيز البيضاء. هنستعمل نصف علبة حليب مكثف، نصف كوب حليب باودر، 8 حبات جبنة كريمية، علبة قشطة، وعلبة لبن الزبادي اللي هي العلبة الصغيرة بتطلع تقريبا 170 ملي، يعني نقول كوب تقريبا. هاي الطبقة البيضاء. طبقة البسبوسة هي عبارة عن كوب سميد خشن، يفضل خشن، إذا ما في ناعم بيمشي الحال. بس دائما بالحلويات بيفضلوا الخشن. لا لا، في حسب كل نوع حلويات بيلزموا شيء ثاني، زي القطايف لزمنا ناعم. تمام. المعمول بده ناعم. اليوم البسبوسة عادة الخشن أفضل. كوب سميد خشن، نصف كوب زيت، بدنا نصف كوب مي، علبة قشطة، وبدنا معلقة صغيرة بيكنج باودر. اوكي، ومعنا للتزيين الفستق الحلبي. طبعا التزيين زي حسب الرغبة. حسب الرغبة. وعندنا شيرة، عملنا شيرة لحتى نسقي طبقة البسبوسة بس تطلع من الفرن. هي عبارة عن 2 كوب سكر، حطينا لها كوب ونص سكر، حطينا له كوب مي مع عصرة ليمون، وغليناه تقريبا لمدة ربع ساعة لحتى جاهز الشيرة عندنا. لازم تكون باردة لأن عشان هيك حضرناها. اكيد يعني. لأنه الحلو رح يكون ساخن، الشيرة لازم تكون باردة دائما. هاي العلاقة العكسية. تمام، إذا خلينا نشوف المقادير مرة أخرى على الشاشة لكل حابين يجربوا وصفتنا لليوم. وصفة حلويات سهلة مبتكرة، وصفتين في وصفة واحدة. الطبقة الأولى رح تكون عبارة عن كوبين بسكوت مطحون، يفضل دايجستيف أو النخالة الكاملة. كمان رح نحتاج 100 جرام زبدة. الطبقة الثانية رح تكون عبارة عن كوب زبادي، علبة قشطة، نصف علبة حليب مكثف، نصف كوب حليب بودرة، 8 حبات من الجبنة الكريمية. أما الطبقة الثالثة رح تكون عبارة عن نصف كوب زيت نباتي، نصف كوب ماء، كوب سميد خشن، علبة قشطة، ملعقة صغيرة بيكنج باودر. الشيرة اللي حضرناها اليوم هي عبارة عن كوبين سكر مع كوب ماء وملعقة صغيرة من الليمون أو عصرة ليمون. أنا هون غيرت أقوالي. أنت كوب ونص سكر مع كوب ماء. كوب ونص، لأنه 2 كوب طلع كتير سميكة على البسبوسة. عادة 2 كوب مع كوب مع القطايف مع هو كل الحلويات لها شيرة معينة. يعني هلا الاشياء أنا اللي كلها نفس الطريقه. هلا الاشياء اللي بدها تشرب زي البسبوسه لازم يكون شوي فيه رخاوي، يعني كوب ونص في كوب مي. تمام. القطايف بدنا نقول بلح الشام، اصابع زينب، هدول بدهم شيره سميكه، شيء سميك عشان ما يتشتش. يعني هي معلومه جديده انضافت لنا اليوم عن الشيره كمان. انا نفس الوصفه لكل الحلويات اذا بعمل حلويات. طيب خلينا نبلش باول خطوه معنا. هلا اول خطوه بدنا نعمل الطبقه الاولى اللي هي البسكوت المطحون. قلنا 2 كوب بسكوت دايجستيف، بسكوت النخاله. مع رح نحط الزبده 100 جرام. 100 جرام زبده لحتى تتجانس معي. بحركها. طبعا انا طحنت البسكوت ماكينه الكهرباء محضره الطعام. ممكن نحط البسكوت بكيس وندق عليه نطحنه. بنطحن. تمام، اذا هاي الخطوه الاولى معنا. ضفنا الزبده على البسكوت المطحون. طريقه طحن البسكوت يا اما بالبلندر بتكون يا اما بالكيس البلاستيك، وممكن ندق عليه نطحنه او ندقه لحتى يصير معنا مطحون بودره تقريبا. الافضل يكون باودر حتى يتمسك معي اكثر. هلا ممكن اللي بيحب يحط معه معلقه قشطه مثلا، معلقه حليب تمسك اكثر، بس انا بحب القوام اللي بكون كرانشي لهيك الطبقه بدون حليب او بدون زبده، بيطلع الطعم اطيب. تمام، اذا هاي الخطوه الاولى. هلا بدنا نرصه طبعا ضروري يكون عندكم قالب للتشيز كيك لحتى نفكه بالنهايه.
بكون شكل الطبق احلى يعني. نعم وتطلع معنا لانه بتعرف كيف الطبقات رح نحطها لازم يكون قالب انه بنفك. شوفي احنا دائما نقول يعني مش دائما كل شيء لازم يعني هو الشكل الجميل نقول بالقالب تشيز كيك، بس اذا مش متوفر أكتر. اذا مش متوفر ممكن باي بايركس باي صينيه. تمام ممكن تعطيني اساعدك بهي المرحله اذا بدك تيجي من هون لانه بدي اعمل الطبقه. يلا تفضلي. هلا بدنا نعمل الطبقه الثانيه اللي هي طبقه التشيز. بدنا نستعمل بريق الكهرباء، طبعا يفضل نستعمل بريق الكهرباء لحتى نقدر نمزج حبات الجبنه، صعب بالايد باليدوي تمتزج. بدنا نطحنها في البلندر. نجيب نحط حبات الجبنه، 8 حبات جبنه كريمي. اوكي بحب يكتر يكتر مش معنى حدا بيكون اطيب. بيكون اطيب. نحط علبه الزبادي، قلنا علبه هي 170 جرام، نقول كوب لبن زبادي، نصف كوب حليب باودر. بدنا نحط كمان علبه القشطه، نمثل هيك. طبعا هي سهله بس هي شوي ممكن نقول مكوناتها شوي مكلفه وخطوات في لها خطوات كمان. كم خطوه اليوم معنا؟ اليوم اول مرحله بالفرن، مرتين نحطها بالفرن، اول مره وكمان مره. بدنا نحط نص علبه النسلي، طبعا ممكن نستغني عن النسلي بالحليب بالسكر بس طبعا حليب مكثف. الحليب المكثف ممكن نستغني عنه نحط بداله سكر، فنجانين سكر، بس انا بحب الحليب المكثف بيعمل نكهته كثير اطيب وأدسم. دسم وسكر أدسم. اكثر كمان بيكون فيه. هلا نضربه بالكهرباء. يلا. شويه مؤثرات صوتيه يعني معنا لازم. تمام. إذا الطبقة الكريمية جاهزة معنا. هلا حطينا جبنة كريمية وقشطة وحليب مكثف نص العلبة. لازم أتدخل أنا لازم. لازم إضافتك لازم البصمة. لازم أتدخل خربتها. زبطناها. هيك تمام خلاص على جنب الحال الموضوع. هلا بدنا نسكب الطبقة التشيز. تمام الرحيم. حلو تكون سنيكة وفعليا طعم الجبنه واضح في التشيز كيك. ما انا عشان هيك بقول اللي بده يزيد يزيد. هلا انا يعني ممكن خففت تشيز كيك خففت التشيز بيكون واضح. خففت كميه الجبنه ضفت بدلها حليب باودر واللبن. هلا هاي بتعطيني كثافه بدل الجبنه. تمام احنا حطينا الزبادي كمان مع هاي الطبقه. شغال الفرن احطه عندك خلي. هلا هاي الطبقه جاهزه عندي بنحطها بالفرن على درجه 180. بدنا نحطها شوي بالرف الاول بعيد ونشغل الشواي. اليوم ما نشغل الفرن من فوق من تحت، نشغل الشواي عليه لحتى يجمد معي. بس اطول من الفرن اجرب بطرف المعلقه هيك احسه صار زي اللبن هيك. جامد بصير جامد معي زي اللبن الزبادي. انا بعرف هيك انه جاهز للطبقه الثانيه للمرحله الثانيه. نعم لازم تكون الطبقه جاهزه الثانيه عشان الطبقه الثالثه عشان تحمل الطبقه الثانيه. مزبوط تمسك عليها وتضلها ماسكه. اذا رح تحطها شفتها الان بالفرن. رح نرجع لمطبخ رمضان وناس نتعرف على الخطوه الثانيه. اما الان فاصل قصير ونواصل فقراتنا الرمضانيه معكم. Thank you.
ليل نهار برد، ليل نهار برد. هذا سوق وانت تعرفي مشاكل السوق، حسبتي حسابك تمام يا بنتي؟ لا يعني لا، ما شاودفش انا وحدي، انا وانت رجلي برجلي وانت شريكي كل شيء. بنتي تكمل دراستك وش تدخل كليات الطب وتطلع دكتور. ايوه قل لها ارجعي من حجمك. اللهم المستعان. ليش ما يصلوا عندكم الا برمضان؟ والله يا خاله ما نشش مشاكل يا خاله. هو اللي بدا بالمشاكل. رمضان يعني هدنة. وقالوا لك بيننا حرب. يعني ادخل اسراق ولا حمسكني قل لي متعمل اقول لك متعمل خير صح؟ من الان شغل الزفاف. هذا ما كانش بشر، من كان واحد يا صديقي. أنا قد سمعت عن الحب كثير وغنيت للحب كثير، لكن ما تخيلت عمري إن الحب بالجمال والحلاوة هذا. يا ويلكم دخلت العملية. يا ويلكم. أوه إذن عدنا مجددا لاستكمال هذه الرحلة الرمضانية في برنامج رمضان والناس، وهذه الرحلة لا تحلو طبعا إلا بوجود الأطفال، عشان كذا عندنا اليوم الطفل محمد يحدثنا عن قضاء ليالي رمضان وإيش اللي يحب فيها. يقول إنه يحب إنه يسهر مع عائلته بعد انتهاء أداء صلاة التراويح والعشاء، ويؤكد لنا أيضا مدى حبه لأداء هذه الصلوات خصوصا في شهر رمضان لما لها من أجر مضاعف. إذا نتابع محمد في هذا الفيديو الذي يخبرنا عن يومه الرمضاني. ورحمة الله وبركاته، معكم محمد درس الصف خامس. كل عام وانتم بخير وبصحة وعافية إن شاء الله. أحيانا من الظهر، من صلاة الظهر إلى صلاة العصر أقرأ قرآن كريم وأنا صايم، وأحيانا من السحور لما أكل بعدين أشرب ماء من الأذان الأول إلى الأذان الثاني. بعدين لما بصلاة المغرب أول ما أذن المغرب أتسحر تمر، بعدين أروح أصلي وأرجع أكل وبستنى صلاة العشاء وأصلي العشاء وبعدين أكل عشاء. أنا أحيانا أكون جالس بالكنبة فبعدين أروح أشرب ماء. ماما أمي تذكرنا إنه باقي شوية للمغرب، تجلس تقول لي لا ما بصوم، لأنه يعني هم أنا ما كنت من نفسي أصوم لأنه لساتنا في هذا الوقت، يعني لما كان عمري 10 أول مرة بصوم رمضان كله. لما كان عمري 9 صمت 10 أيام بس، يعني أنا ما كنت بصوم رمضان كله إلا السنة اللي قبلها وهاي السنة إن شاء الله. لا كنت أروح المسجد أحيانا أجلس كثير، لا من صلاة الظهر للعصر، لأنه الأجر فيه مضاعف، يعني فيه لأنه في صلوات يعني لأنه في كمان ليلة قدر، وفي يعني أجلس بالصيام تكسب أجر، يعني ثلاث حاجات. كان في صلاة تراويح ب 2019، مش يعني ب 2020. 2020 كنا نصلي كلنا إحنا مع بعض. أنا أحسن صلاة بعدت، أنا عجبتني صلاة الوتر كمان مرت، يعني يعجبني أصليها لو أعرف أصلي. أنا شايكون أصليها كل يوم برمضان لو ما صليناش جماعة، لأنه يكون في بدعية كثير لما بثاني سجدة، أقصد ثاني سجدة ندعي كثير، هذا اللي يعجبني فيه. يعجبنا أسهر مع العائلة برمضان وكذا،
فأجلس أحيانا نلعب دومينو ولا بطة ولا كذا. كل عام وأنتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. كل عام وأنت بألف خير يا محمد، وأكيد إن شاء الله ربنا يتقبل صالح الأعمال. وأجمل ما في رمضان بالتأكيد هي جمعة العائلة حول مائدة الإفطار، وفي سهرة رمضان وليالي رمضان وأداء العبادات يعني جماعة في الأسرة. صحيح. هذه من أجمل طقوس رمضان وأجواء رمضان. ما شاء الله عليك كمان محمد، يعني فاهم كلها تفاصيل بخصوص رمضان والصلاة والتراويح والوتر أيضا، هو لساته صغير فما شاء الله. صف خامس بيكون واعي أعتقد على هذه الأشياء، بيكونوا درسوها في المدرسة حتى الوتر وال... نعم على بكير ما شاء الله. حلو، نعم. إذا ننتقل إلى فقرة أخرى صفاء الآن، وفقرة التزكية نتعرف فيها على خصوصية الصيام عن سائر العبادات. ومن فضائل الصيام أن الله تعالى اختصه من بين الأعمال بإضافته إلى نفسه الشريفة إضافة تشريف، وفي هذا مزية عظيمة أو مزية عظيمة ليست لغيره من الأعمال، حيث قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كما فسر بعض العلماء أو الفقهاء أيضا سبب تأكيد الصوم وثوابه وجزاؤه إلى الله سبحانه وتعالى أنه لم يعبد أحد به غير الله سبحانه وتعالى. نتابع الشيخ علي القاضي الذي يفسر لنا معنى هذا الحديث بشكل أوسع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفة نقفها مع قول الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه العبارة شرحها العلماء، بعضهم أظهر معنى في هذه العبارة إلى 50 قول، ولكن اختصرها الحافظ ابن حجر إلى 10 أقوال رئيسية. فمعنى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، يعني أنه العمل الوحيد الذي ليس فيه رياء وليس فيه يعني حب الظهور أو نحو ذلك، لأنه أمر خفي. ومعنى أيضا أن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم إضافة تشريف وتكريم بقولك ناقة الله وبيت الله وكل أعمال لله سبحانه وتعالى. أيضا أنه لم يعبد أي صنم في الأرض بغير الصوم، فالصوم خاص بالله سبحانه وتعالى. أيضا كل عامل من آدم له، أي له أجر معروف الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه إلى أضعاف مضاعفة. ومعنى أيضا كل عامل من آدم له إلا الصوم، فمعنى أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا قصر العبد وكان الناس يسألونه حقوقا، فإن الله لا يعطيه من ثواب الصيام، يعطيه من ثواب الصلاة والزكاة والحج، ولكن لا يعطيه من ثواب الصيام وهذا قاله الإمام بن عيينة أحد أئمة السلف والمحدثين الكبار، ورواه البيهقي عنه بسند صحيح وحسنه الحافظ وغيره. فإذا هذا معنى عظيم أيضا، أن معنى أن الله أضاف الصيام إليه أنه لا يأخذ حسنات الصوم يوم القيامة إذا كان الصائم عليه حسنات للناس، وإنما يأخذ من باقي العبادات، والصوم يتكفل به الله سبحانه وتعالى. وأيضا معنى كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي، لأن فيه تشبه بالله، لأنه لا يأكل ولا يشرب سبحانه، وأيضا لأن فيه تشبه بالملائكة، لأنهم لا يأكلون ولا يشربون في حالة تقرب بالله إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا الصائم في حال ذكر وعبادة ونحو ذلك وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا أن في هذا الإضافة كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي، يعني فيه تكريم للصائم وتكريم لإخلاصه لله سبحانه وتعالى وتقربه إلى الله عز وجل بهذه العبادة التي لا يشارك فيها كافر، ولم تعبد الأصنام بها، ولم يتقرب بها أحد أبدا. فالصوم لم يظهر الملائكة فتكتبه، فهو عمل خفي، والإسلام يحرص على الإخلاص وعلى النيات، لأن كثير من الانحرافات سببها خلل في النية، وكثير من العبادات تفقد أثرها أو تفقد أثرها ولا يوجد لها تأثير في حياة الناس بسبب ضعف النيات وضعف العزائم وضعف البواطن. فإذا الإسلام عظم الصيام تعظيم كبير، لأنه صورة من صور الإخلاص والثبات والوفاء لله سرا وعلانية. فهذا معنى عظيم اختصاص الله سبحانه وتعالى بهذه القربة العظيمة وبهذا التقرب العظيم إليه عز وجل. الصائم يعلن وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه مخلص له، وأنه وفي لتعاليمه ووفي لأوامره، وأنه في السر والعلن رغم شدة العطش، رغم شدة الجوع، رغم شدة شبقه وحاجته لزوجته، يعلن أنه أمسك نفسه عن كل ذلك، عن كل شهوة من الشهوات، خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى.
الله يعظم هذا الشعور، الله يعظم أن تخلص له، الله يكرمك إذا أخلصت له. فقد سقت امرأة كلبا وهي بغية كما في الصحيح فغفر الله لها. فذر من الأعمال الصالحة كما قال أهل العلم إذا وضعت على جبال من الذنوب أذابتها. فإذا الله لا يطلب إرهاقنا ولا يطلب مننا الأعمال الشاقة، يطلب الله مننا قلوبنا، إخلاصنا، تقوانا، أن نكون في السر والعلانية يعني سواء، وأن لا نرائي وأن لا نروغ روغان الثعلب. فإذا وصل المسلم إلى هذه المرتبة من الوفاء والصدق والشفافية مع الله يكرمه الله سبحانه وتعالى على أقل عمل. ولذلك قال السلف النية مطية فتركب بها إلى أمور كبيرة أو أمور صغيرة. وقالوا رب عمل عظيم تصغيره النية إذا كان رياء، ورب عظم صغير ورب عمل صغير تعظمه النية إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والفقه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن شكراً للدكتور علي القاضي أو الشيخ علي القاضي على هذه المعلومات وعلى تعريفنا بشأن خصوصية الصوم وخصوصية الحديث كل ابن آدم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم وأنا أجزي به. الأستاذ علي القاضي كان دائماً معنا في كل فقرات برنامج رمضان نعم. والناس وحيكون معنا أيضا في الفقرات أو الحلقات القادمة. نعم أكيد الصيام له أجر عظيم لأن الإنسان يصوم عن كل شهوات وأيضا يصوم عن الأذى ويصوم عن السلوكيات الخاطئة وهذا كله مرضاة لله تعالى ولكسب الأجر في شهر رمضان الفضيل. نذهب بكم إلى فقرة معكم. ضيفنا لهذه الفقرة وهذه الحلقة هو طبيب سوري عاش في اليمن وعشق اليمن الدكتور خالد نظيف، سيحدثنا عن ماذا يشتاق في صنعاء وهو عاش فيها ما يقارب 11 سنة ووصفها بأنها كانت سنوات جميلة تعرف فيها على اليمن وعلى أهل اليمن واستطاع تكوين صداقات عديدة مع الكثير من الناس وأحب أن يكون معنا من خلال هذه الفقرة. نتابع وإياكم. السلام عليكم، أنا خالد نظيف. أولا كل عام وأنتم بألف خير جميعا ورمضان مبارك ورمضان كريم على جميع بلدان وطننا العربي وعلى جميع المسلمين في شتى المعمورة. وإن شاء الله اليمن وسوريا بيكونوا بألف خير في السنوات القادمة والرمضانات القادمة. طبعا أنا يعني تقريبا صار لي فترة بيكون رمضاني في اليمن، فهذا أول رمضان بكون فيه خارج اليمن. للأسف الشديد كثير من الأشياء اللي يعني صح الآن أنا بجانب أهلي وعائلتي، بس برضو يعني كان في شغلات كتير في اليمن بنفتقدها بصراحة. يعني يعني أكثر الحاجات اللي افتقدها يمكن هذه السنة اللي هي موضوع أنه كنت أنا قبل رمضان في يوم يعني في آخر يوم من شعبان لازم أنزل صنعاء القديمة والحارات القديمة وأشوف الأطفال والأغاني ويا رمضان يا أبو الحماحم، ويعني حتى في كثير من الأجواء الممتعة في سوق الملح. طبعا حمير أعتقد فاهمني تماما وعارف الأجواء هذه اللي أنا بكلمه عليها كيف تكون قبل رمضان، الناس اللي بتشتري حاجاتها وبتحاول تخلص أمورها قبل رمضان. فكان للأمانة يعني أجواء جميلة تصير، حتى كمان يعني نفتقد طبعا من ناحية المأكولات للشفوت وبنت الصحن، هذه يعني أحد الوجبات الأساسية في فطور رمضان في اليمن كمان للأسف افتقدها هذه السنة. طبعا حتى قبل المغرب بنص ساعة إلى ساعة يعني تنتشر في اليمن موضوع وجود شبكة، يعني غالبا تكون كرة طائرة، بيحطوا شبكة كرة طائرة وبيلعبوا شباب الحارة يعني قبل الأذان بحوالي ساعة ساعة ونص. كمان بصير في أجواء بالحارة بنقضي فيها كمان، هاي يعني من الأشياء اللي افتقدتها هذه السنة بصراحة. فحقيقة نسأل الله تعالى أنه يكون رمضان القادم اليمن وأيضا بلدي سوريا تكون بألف خير وصحة وعافية، وإن شاء الله يا رب تكون أمورنا بشكل أفضل وبشكل أحسن. شكرا دكتور خالد نظيف، وأكيد أجواء اليمن غير وأجواء اليمن مميزة والمائدة الرمضانية أيضا مميزة، وأكيد سلام حمير لدكتور خالد دائما بيكون هو مش موجود اليوم بس معنا. يوصل نعم يوصل السلام أكيد لحمير. نذهب إلى فقرة مختلفة وفقرة جديدة، فقرة حكمة واستيفاء وهج الشكر لله سبحانه وتعالى. من أهداف الصيام الشكر علامة الرضا، والرضا طبعا دلالة المغفرة، وبالشكر تحلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه. ومن أهم أهداف الصيام هو استيفاء وهج الشكر لله
ولنعمه ولنعمها التي لا تعد ولا تحصى. رمضان مدرسة تربوية وأخلاقية ودينية عظيمة، نستلهم منها كل ما يعيننا على أمور ديننا ودنيانا. نعم، إذن في الفيديو التالي سيشرح لنا الدكتور إسكندر عن الهدف الثاني من أهداف الصيام وهو شكر الله تعالى، نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في لقاءات سابقة عن الهدف الأول من أهداف الصيام وهو التقوى. اليوم نتحدث عن الهدف الثاني وهو أن يصبح القلب شاكرا لله. نصوم كي نشكره سبحانه. والقلب بين مستويين، أعلاها مرحلة الشكر، فالقلب يتطهر ويتزكى ويسمو ويرتقي حتى يصل إلى أن يصبح قلبا شاكرا، ويخطط بذلك طريق إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أو يضعف ويضمحل ويضمر ويتنكر ويسقط فيصل إلى مرحلة النكران والجحود والكفران. قال الله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الصيام من أهدافه أن ننتقل إلى هذا المستوى القلبي وهي مرحلة الشكر. قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم الهدف ولعلكم تشكرون. لماذا نصوم؟ كي نشكر الله. لماذا نصلي؟ كي نحقق الشكر. لماذا نقرأ القرآن؟ كي نشكر ربنا. لماذا نتقرب إلى الله بسائر الطاعات والعبادات؟ كي نحمده ونشكره سبحانه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والشكر حتى يصل إلى هذا المستوى القلبي يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى الشكر اللفظي، المستوى اللفظي، أن نتلفظ بألفاظ تؤكد بأننا من الشاكرين. قولوا قولا سديدا. النتيجة السلوكية: يصلح لكم أعمالكم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد. فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. ولذلك إذا سئلت عن أحوالك وظروفك عليك أن تتحدث بكلمات طيبة تؤكد بأنك من الشاكرين. هذا المستوى اللفظي. ثم المستوى الثاني المستوى السلوكي، أن نمارس أعمال تؤكد بأننا من الشاكرين. قال الله تعالى: واعملوا آل داود شكرا. قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. بينما قال عن الأكثرية الكافرة الناكرة الجاحدة: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نسأل الله أن نكون من الشاكرين للكافرين، ومن الأتقياء المؤمنين الصادقين للجاحدين. والحمد لله رب العالمين. كل النعم اللي احنا فيها دائما بالرغم من كل الظروف الصعبة وبالرغم من الظروف الاستثنائية في العالم أجمع الآن، ولكن يوجد كثير من النعم حولنا. نحن بعافية واستقبلنا رمضان بصحة وعافية، وأيضا من نحب بجنبنا. الحمد لله رب العالمين على كل النعم التي أنعم الله علينا بها. شكرا لله طبعا باللسان وبالعبادات أيضا. أكيد. خلال شهر رمضان المبارك. أكيد صفاء. سنذهب إلى فقرة أخرى. نعم، إلى المطبخ. نعم، إلى مطبخ رمضان والناس. رح نروح نشوف الخطوة الثانية. نعم. من محبي الحلويات أنت صفاء؟ طبعا طبعا طبعا. الآن حتكون. وأنا كمان محبي الحلويات. كلنا مين ما يحب الحلويات. إذا رح نروح نشوف الخطوة الثانية. صفاء خليكي على المتابعة معنا وأنتم أيضا مشاهدينا. يعطيك العافية. شفت هاني؟ عافيك حبيبتي. هلا كيف الحال؟ تمام الحمد لله. شكلك بتبردي بال كنت قاعده بشوي زي بقولنا الزميل احمد، كنت عامله بهف بنفخ على الصينيه. هي لازم تبرد بسرعه، هي لازم شوي تكون بارده لحتى تكون متماسكه لما اضيف طبقه البسبوسه ما تتغير في بس هي. بدي اورجيكم انا كيف انها متماسكه. طلع زي
زي اللبن الكستر زي اللبن بس هلا بدنا نكون حذرين احنا. هي المفروض اذا في البيت يعني يكون معنا وقت اكثر برديها الا شيء ساعه نحاول طبعا. بالتلاجة نحطها هلا بدنا ان شاء الله نقول يا ربي ما تخرب ان شاء الله. هات نبعدها الان ممكن لابرد للمكان الجهه الثانيه تكون ابرد. احنا هلا بدنا نبدا بطبقه البسبوسه. طبقه البسبوسه كثير سهله وبسيطه. يلا هي عباره عن كوب سميد بدنا نضيف له نصف كوب مي ونصف كوب زيت وعلبه قشطه ومعلقة بيكنج باودر. تمام. طبعا احنا ما حطينا سكر لانه رح نحليها بالشيرة. نحط الكوب السميد معلقة صغيرة بيكنج باودر. نحركهم شوي مع بعض. طبعا هي رح تكون شوي رخوة معنا لحتى تساعدني بالسكب. لازم تكون رخوة. مرة عملتي لنا شفتها هاني كمان بسبوسة كان فيها الحليب محمص. كثير طيب الله من اطيب الحلويات اللي فعليا اكلناها. بعدين كل ما حمصتي الحليب زياده كل ما بتصير اطيب. كل ما كانت اطيب بنحط القشطه. ما رح نحط لبن مع السميد. لا نحط بس قشطه اليوم. اوكي. هو عاده البسبوسه يا قشطه يا لبن. يا قشطه يا لبن. نحط هيك كبش حاجه احنا ابدا. طبعاً اللي بيحبوا يجربوا وصفتنا اليوم يفضل مثلاً إذا بدكم تاكلوها تعملوها من الليل أو من قبل بيوم لحتى تكون مبردة والطبقات يعني ماسكة أو طبقات ظاهرة. طبعاً لازم تتبرد بعد ما بعد ما نخبزها بالفرن. لازم تتبرد أقل شيء 4 ساعات لحتى تتماسك معي الطبقات مع بعضها. لأنه الجبنة طبقة الجبنة بدها تجمد وطبقة البسبوسة بدها تبرد. بس هو الأساس طبقة البسبوسة يعني طبقة التشيز هي اللي لازم عنا تكون جامدة. طبعاً من محبي السميد بالحلويات يعني أسهل من الطحين بحسه بيزبط بسرعة. بدي أزيد شوية مي. صح ولا بس هي تجربتي الشخصية. شوف هلا أنا كانت تجربتي الأولى بالبسبوسة كانت ما أقولكوش خطيرة جداً. كان عندي مشكلة وغلط إني أعجنها. مشاركاتنا زمان في المطبخ كنت أعجنها كثير أعجنها. لا البسبوسة والسميد عادة ما بده تعجن. أنا كنت أعجنها وأعمل جهدي ويعني أفكر زي قصة العجين الطحين يعني. فكانت ما تجلد معي وأحط لها قشطة وأحط لها لبن مرة أحط لها قشطة مع لبن مع بعضه وشو بده تضبط معي بالأخير يئست. قلت خلص يعني لازم أتركها. بعدين صرنا نشوف وصفات سهلة مقادير صغيرة. زمان كانوا المقادير دائما كبيرة كيلو سميد مع كيلو لبن. فكانت صعبة يعني تضبط معي كميات. صرت أجرب كميات صغيرة مع المقادير صرنا نشوفها جديدة صارت تضبط معي الحمد لله. أنا فعليا في بعض الحلويات خلص نفس المقادير لازم تكون إذا بتزيد بتخرب معي. ما هيك معي. شوف السميد هذا شكله نوع بيشرب أكثر يعني أخذت معي أكثر من نصف كوب مي تقريبا كوب إلا ربع. طبعا زي ما قلنا السميد والطحين انواع كل نوع بيشرب اكثر والسميد الخشن بيشرب اكثر واكثر كمان صح من السميد الناعم. انا هيك تمام. يلا اجيب لك اياها. بدي اسكبها في هذا عشان تسهل علي. هذا الكيس الحلواني بيقولوا له اذا بتعرفوا بكون بهذا الشكل بينباع. اذا مش موجود ممكن اي كيس عندنا كيس بلاستيك بنعبي فيه البسبوسه عشان تسهل علي السكر في على الصينية. هلا بنديرها. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك اسهل طريقة. يلا. طبعا انا بتقص طرفها هيك بسم الله الرحمن الرحيم. هيك لحتى يشوف المشاهدين. يلا بسكب ال انا مضطره بهاي الطريقه. ممتعه شكلها القصه. انت عاودها دقه شوي بدك تكوني حريصه لحتى ما اسكب كميه مره واحده هيك الدفعه واحده لحتى ما يخرب طبقه التشيز كيك. هلا بنحاول ان نضبطها بمعلقه مبلله بمي. بسم الله الرحمن الرحيم. لحد الان احنا بالسلسل لحد الان مشي الحال. هو المشكله هون انها هي مش بارده بس واللي هي لو بارده ومتجمده بسرعه اسهل من هيك. حتى ممكن بالمعلقه نسكبها بس انا لانها مو بارده. انا مجرب البسبوسه بالقشطه فعلا لما بتكون بارده وجامده بسرعه بتفرد الطبقه. تتركيها شوي تجمد معك طبقه القشطه. صح نعبي كل الفراغات.
بس هاي فكرة ممتازة على فكرة، بتساعد كثير، بتسهل حتى ما في داعي للفرد. بدك تفردي؟ بدي شوي هيك قبل معلقة. هي أصلا مش راح يبين سطحها، أنا راح أزينها بطريقة جميلة جدا، راح تشوفوها الشكل النهائي. احنا جاهزين طبعا، جاهزين دائما لمفاجآت طبعا، من الصبح وأنا أرسم وأقصقص و لاحظت مقص وورقة نرجيكم كيف الطريقة. مذكرة منيح شفتها هاني هيك، دائما بتحبي تبتكري حتى في طريقة التقديم، وهي مهمة جدا يعني صراحة. في أطباق كتير بتكون طيبة ولكن طريقة التقديم بتكون عادية وهيك، ما بتبين السفرة مرتبة، وأحيانا أطباق جدا بسيطة مع الترتيب يعني المتقن بتبين فخمة جدا. بدي شوي هيك أبلل شوي أفراد، لأنها مش رح تضلها ماخذة هذا الشكل معي، بحاول أخليها شوي. شوفي ممكن رخيناها أكثر، كان ما أعطتني هذا الكثير المنظر، ما في مشكلة. هلا طبعا هاي بتنخبز على الشواي، بدنا نرجع مره ثانيه نفس طبقه التشيز. طبعا طبقه التشيز المفروض خليناها من بعيد، تكون بعيده عن النار العالي، اخر طبقه تحت، وعنا متوسطه ما تكون كثير حاميه. بس استخدمنا الشواي ما استخدمنا او نفس الشيء. هلا بنستخدم بس الشواي برضه، نفس الشيء بدي احطها على بعد رف، بعد رف تحت بال عن الشواي، وعلى نفس الشيء حراره 180 لحد ما تستوي معي. طبعا تبين معي بتاخذ لون، ممكن نجرب بعود أغز بطرف طبقه البسبوسه، رح يبين معي انها استوت ناشف. لازم يكون ناشف. هلا بنحطها بالفرن ان شاء الله تاخذ معي ربع ساعه. تمام لنشوف، لانه زي ما نقول الفرن الكهرباء دائما الوقت الرسمي عندي عندنا ربع ساعه في المطبخ تقريبا في رمضان بالذات. من رمضان لازم ربع ساعه. لا شوفوا اجمالا انا الفرن الكهرباء مش مجرب الوصفات على الفرن الكهرباء، ما عندي فرن كهرباء في البيت ولا انا، فعشان هيك بعطي وقت تقديري. انا في البيت طبعا مش راح ياخذ الا 10 دقائق لانه فرن الغاز كثير قوي. اكيد النار اقوى فرن الكهرباء ياخذ وقت اكثر. اذا 180 درجه الحراره ربع ساعه على ابعد رف. اكيد راح نروح لفاصل قصير ونرجع معكم نستكمل رمضان والناس. صاف ترتله الشفاه عذبا كما أنزل ربيع القلوب وغيثها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يتسابق في حفظه رواة بالسند، مهنيون وناشئون، وأثابهم فتحا قريبا. اقرأ برواية حفص عن عاصم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. تسمعنا بمقام الصبا. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. يمتد مضمار المسابقة إلى الشوارع والأرياف. سلم الجائزة لغادة جميل هنا في أحد أرياف. وبإيقاع جميل ولحن شجي نسترجع أناشيد الزمن الجميل. بالليل سأعزف ألحاني وأرتل آية القرآن. ونجسد قيما إيمانية في مشاهد درامية هادفة. حول القرآن. جاء بالنور لتطهير القلوب. مستمرين معكم مشاهدينا في الفقرة التالية، نتحدث أو حتكون معنا مسابقة رمضانية مع عبد الغني خسروف، والسؤال بيكون ما هي كلمات الترجي باللهجات اليمنية؟ نعرف طبعا أنه هناك لهجات يمنية مختلفة وكلمة الترجي فيها أيضا مختلفة، وهناك كثير من الأساليب التعبيرية في اللهجات اليمنية تستخدم كلمات مختلفة حسب المنطقة والمحافظة.
أسئلة المسابقة للتعريف بأبرز الكلمات المتداولة في لهجاتنا، وسؤالنا اليوم: ما هي كلمات الترجي في اللهجات اليمنية؟ نعم، إذا زميلنا عبد الغني خسروف سأل هذا السؤال للناس في شوارع شبوة، سنتابع أجوبة وستكون ممكن هذه الأجوبة متعددة متعددة ومتنوعة وفيها كثير وكها. من الظرف أيضا نتابع. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة المسابقة. لليمن طابع لهجي متنوع يختلف من محافظة إلى أخرى، ومن أبرز اللهجات معنا اللهجة الصنعانية والإبية والتعزية والتهامية وغيرها الكثير. والسؤال يقول: ما هي كلمات الترجي باللهجات اليمنية؟ نشاهد الإجابة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من شبوة أكيد نعم. صح؟ عندي لكم سؤال، إذا جاوبت لكم مني جائزة. السؤال يقول: ما هي كلمات الترجي باللهجات اليمنية؟ ونبدأ من شبوة، إذا تشتي تقول واحد لو سمح. إيش تقولوا في شبوة؟ لو سمحت. لا، في كلمة معينة خاصة بكم، مثلا في صنعاء شغشك واحدة يا منعة. يا منعة. أيوه، في شبوة إيش تقولوا؟ لا لو سمحت. أهلا ماشي. وفي تعز؟ في تعز ما أدري والله. ما هي كلمات الترجي باللهجات اليمنية؟ نبدأ من شبوة، إذا واحد تشتي مثلا تترجى تقول له لو سمح، عندكم ايش تقولوا في شبوة؟ احنا نقول له يا منعة. يا منعة هذا في صنعاء مشهورة عند أصحاب صنعاء. احنا أصحاب بحال نقول يا منعة كذا. في اختلاف في الكلمة. طيب احنا نقول يا منعة أو أنا منعك. لي منعك. لي منعك. حلو جدا. أيوه. وصنعاء ايش قلنا؟ صنعاء يا منعة. حلو جدا، عباقي محافظتي إب وتعز، إذا جبت هذا المحافظتي بتفوز بالجائزة معنا. ايش يقولوا في عند اصحاب تعز؟ والله ما ادري. ما هي اللهجات اليمنيه عندما نترجى شخص؟ اول شيء انت منين؟ انا من تعز. من تعز، حلو. نبدا من محافظه تعز، عندما تترجى شخص ايش تقول؟ لو سمحت انا فدالك. انا فدالك، حلو جدا. عباقي لك ثلاث محافظات، نشتي اب وشبوه وصنعاء. ايوه. شبوه ايش يقولوا؟ في شبوه كم لك انا؟ انا لي والله لي 10 سنوات. اوه، ضروري ان تعرف ايش يقولوا في شبوه. في صنعاء. صنعاء انا منعك. يا منعه. يا منعه. حلو جدا، جاوبت الان على محافظتي. تمام، في شبوه انا اعيدك. قررت. اب. في اب انا حميسك. الله عليك، عطيك لك واحدة، إذا جاوبت علي فيكون أربع. شبوة وتعز وإب وصنعاء، أنت جاوبت على ثلاث الذي هي أنا أعدك شبوة ماشي يعني نفداك. أنا أفدى لك هذا في تعز وهي من ضمن الإجابة، بس مشهور عند أصحاب تعز أنا أفدى لك، لكن في شبوة إيش؟ في شبوة يا طويل العمر أفدى لك. صنعاء ماشي، من صنعاء ماشي. اب ماشي. وما زلنا نبحث عن إجابة لسؤالنا لهذا اليوم. السلام عليكم. السلام. رمضان كريم، كل عام وأنت بألف خير. أنت بألف خير إن شاء الله. معنا سؤال، إذا فزت لك جائزة إن شاء الله. السؤال يقول: ما هي كلمات الترجي باللهجات اليمنية؟ ونبدأ من شبوة، مثلا إذا تشي تقول واحد لو سمح، في شبوة إيش تقولوا؟ والله في كلمات وايدة. جيب لي واحدة المشهورة. ممكن خلاص. في صنعاء ترجى الواحد. شوف في صنعاء يقولوا يا منعة، في شبوة إيش تقولوا؟ أنا أقول بالله عليك مثلا. لا، ما هي كلمات الترجي باللهجات اليمنية؟ ونبدأ من تعز. كلمات الترجي. الترجي يعني لو سمحت، ايش تقول في تعز؟ لو سمحت. لا، في كلمة مشهورة عندكم في تعز. برضو انا بدالك. حلو جدا، انا بدالك رغم انه غششوك. خلاص، معك ثلاث محافظات، اشتيم شبوة ايش يقولوا وصنعاء واب. نبدأ من شبوة. شبوة مش عارف، اول مرة قيمة درس شبوة انا. السلام عليكم. عليكم السلام، يا مرحبا. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. انت
مشتاق بخير ان شاء الله. يا مرحبا. من اي محافظه انت؟ انا من محافظه شبوه. الاخ احمد محمد بن ناجي. حياك الله يا احمد. عندي لك سؤال، اذا جاوبت عليه لك جائزه. السؤال يقول: ما هي كلمات الترجي باللهجات اليمنيه؟ قد ما تترجى شخص ايش تقول له في شبوه؟ عدة ترجيات في محافظة شبوه، وهذا في شبوه يعني تقول لها لي منعك. وفي صنعاء؟ صنعاء يا منعك. حلو جدا. اشتي محافظتين تعز وإب، إذا جاوبت خلاص الجائزة من نصيبك. تعز يا محسفة ويا لا يا. في مثل قالوه أنا. ايش هو المثل؟ اللهم يمكن نحن نجد خيط من الإجابة. تعيز مين منعك يا عمو؟ يا منعاه عجل بالإجابة. ترجي. أيوة، عند ما تترجى شخص تقول له لو سمحت باللغة العربية معروف. في شبوة إيش؟ ترجي عند الله ثم عندك. الإجابة قريبة. نقول عند الله ثم عندك يا أخي. وعند أصحاب صنعاء؟ يا منعه. الآن مسكنا جزء من الإجابة، تبقى لنا ثلاث محافظات: شبوة وإب وتعز. إذا جاوبت على هذه الثلاث المحافظات بتفوز معنا. شبوة وتعز وإب. حجر الله. هذا بحجر الله أن تحجر شخص أو شيء معين. الله لا والله للأسف. شكرا جزيلا. ما هي لهجات الترجي عند اليمنيين؟ في الحديدة ايش يقولوا عندما تترجى شخص؟ انا فديك. انا فديك. حلو جدا. واصحاب شبوه؟ قول منعه. لي منعك. اللي منعك. ايوه. وصنعاء؟ يا منعه. قول بين صح. يا صنعاء؟ يا منعه. أيوه. حلو جدا. وتعز اخر شيء، اذا جاوبت عليه بتكون الجائزه من نصيبك. انا فدا كيف ما قال سبتيز سيدي. انت قلت اصحاب الحديدة ايش يقولوا؟ انا فديك. انا فداك. ايوه. انا فديك. ايوه. ايوه. وتعز؟ أنا فدالك. إذن مشاهدينا الكرام، من هنا من سوق عتق القديم وجدنا الإجابة من الأخ داود. إيش كانت الإجابة؟ ما هي اللهجات اليمنية عندما تترجى شخص؟ أنا فدالك. وصنعاء يا منعاه. وفي تعز أنا فدالك. ألف مبارك، تستحق الجائزة. هات الجائزة، مقدارها 30,000 ريال، مقدمة من قناة يمن شباب. ألف مبروك. نعم. فائز. سؤال جميل، نتعرف أكثر على اللهجات اليمنية. يوجد العديد من اللهجات اليمنية، وأيضا حتى اللغة السقطرية واللغة المهرية في اليمن. يا منعه يا صفاء. يا منعه. انا حميسك او انا فدالك. انا فدالك في التعزي. نعم. انا فدالك. نروح على الفقره التاليه. يلا. نعم، فقره خيركم لاهله، ونتحدث فيها عن عمل الزوجه وايفائها لمسؤولياتها. وكرم الاسلام المراه واعلى منزلتها وجعل لها حقوقا عظيمه، صغيره كانت ام كبيره، وهيئها الله سبحانه نفسيا وجسديا لمهمه عظيمه لا ينافسها فيها احد، وهي تنشئه الأجيال. نعم. طبعاً. نتعرف إذن أكثر على مهام المرأة في شهر رمضان وأعمال أيضا الزوجة في هذا الشهر في هذا الفيديو التالي مع الموجهة التربوية الأستاذة أمت السلام الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. المشاهدين الكرام، اليوم معنا حديث عن المرأة العاملة والزوجة التي تعمل في الميدان، تعمل بأي عمل كان. لا شك أن الوضع الذي تمر به المرأة اليمنية وجميع النساء في العالم جميعا بمسألة أنها تعمل خارج المنزل، وهذا العمل يترتب عليها أن تنشغل في أوقات معينة عن البيت وعن الأسرة. فما واجبات هذه المرأة وما واجبات هذه الزوجة، وخاصة لما تكون زوجة، ما واجباتها أمام هذه المسؤولية
وهذا العمل الذي تقوم به. لا شك أنها مسؤولية كبيرة وعلى عاتقها. ما دامت أرادت أن تكون امرأة عاملة فيجب عليها أيضا أن تكون متناسقة في عملها، مرتبة لأمورها، سريعة في أداء مهامها، بحيث أنها تصل إلى مرحلة جيدة من التنسيق بين البيت والعمل والتوافق بين البيت والتوفيق بين البيت والعمل. وأيضا لابد أن تجعل من هذا البيت أيضا مساعدا لها، فترتب داخل البيت من الذي بيساعدها، من الأولاد، من البنات، من الزوج نفسه، كل واحد له مسؤولية معينة ويرتب، بحيث أنه لا تكون كل الأعمال مرتب مركونة عليها. أيضا تكون سريعة في أداء أعمالها، ونحن في رمضان بتكون الأعمال كثيرة و يعني متراكمة، وسفرة العشاء لابد أن تكون جاهزة بشكل منظم وبشكل غير منقوص، ولذلك لابد أن تكون هناك عليها جهد من قبل رمضان أن ترتب كثير من الأمور، تفرزن الأماكن التي فيها كهرباء، طبعاً الأماكن التي ليست فيها كهرباء عليها أن تقتصد في كثير من الأشياء، بحيث أنه لا تقصر في عمل بيتها ولا تقصر في عملها الذي هي تشتغل فيه. الشيء الثاني أيضا أنها لابد أن يكون الجميع مساعدا لها، لأنه مهما كان هذه إنسانة وهذه بشر وجهد كبير عليها وتعب، فلابد أن يكون هناك مراعاة لهذه المرأة ويتق الله سبحانه وتعالى فيها، وهي أيضا تتق الله في ما تحت أيديها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا التقوى في هذا الشهر الكريم بإذنه تعالى. إذن شكرا لأمة السلام الحاج الموجهة التربوية على هذه المعلومات. وفعليا الحرب أثبتت لكل الناس المعارضين لعمل المرأة أنه عمل المرأة مهم، وهي السند في وقت الظروف والشدائد. صحيح، وممكن هي مهمة صعبة للتوازن بين عمل المرأة داخل المنزل وخارج المنزل، ولكن بالنهاية يجب التشارك في كل هذه المهام لتجاوز هذه التحديات. صحيح. إذن نذهب إلى فقرة أخرى، فقرة أعلام يمنية، ونتحدث عن الشيخ يحيى الدرة صوت الإعلام الدعوي في اليمن. في هذه الفقرة نستذكر طبعا شخصيات وأعلام يمنية كان لها دور بارز ومسيرة إعلامية حافلة بالعطاء عن الشيخ يحيى الدرة الذي عرفناه من خلال برامجه الدعوية، وهو يرافق شيوخ العلم والفقه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. درة الإذاعة اليمنية وصوت الإعلام الدعوي العلامة الجليل والإعلامي القدير يحيى بن ناصر الدرة، الذي يعد من الرواد الأوائل في العمل الوطني والعمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني، خصوصا في المجال الدعوي، حيث رافق الكثير من شيوخ العلم والفقه والشريعة على مدى سنوات طويلة في برامجه التي عرفه من خلالها الناس، وكانت تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة، أبرزها البرنامج الإذاعي أولي العلم، إضافة إلى برنامجه الرمضاني الشهير فتاوى. عندما تشكو هذه الأخوات من أزواجهم مش هو الحل بعيدنا، هن ما بيدونش فتوى ولا هم عارفات أنه لا يجوز الظلم ولا يجوز هذه المعاملة الذي يعامل الزوج زوجته. ولد الشيخ يحيى ناصر الدرة عام 1933 في أمانة العاصمة، وتلقى تعليمه الأولي فيها، ثم التحق بالمدرسة العلمية ودار العلوم، ووصل تعليمه في الجامع الكبير بصنعاء، حيث درس علوم القرآن الكريم والحديث والتفسير والفقه والنحو وعلوم الشريعة على يد كبار العلماء، ثم حصل على العديد من الدورات الخارجية، منها في إذاعة صوت العرب بجمهورية مصر، ثم التحق بالعمل في إذاعة صنعاء عام 56 في إدارة التحرير بالإدارة العامة للأخبار، ثم تدرج في عدد من المناصب، حيث عمل مديراً عاماً للبرامج عام 73، ثم مديراً عاماً للشؤون المالية والإدارية بوزارة الإعلام، ومديراً عاماً للمطابع، وأخيراً مشرفاً عاماً للبرامج الدينية بالإذاعة.
لقد كان الشيخ الدرة إعلامياً بارزاً، كرس كل جهده وطاقته من أجل خدمة الدين والوطن وقضايا المجتمع من خلال الإعلام، وكان مثالاً للوطني الغيور الذي لم يتوانى في أداء واجبه وبما ينفع الناس ويبصرهم بأمور دينهم ودنياهم من خلال برامجه الإذاعية والتلفزيونية الدينية. توفي عام 2010 تاركاً فراغاً كبيراً في وجدان الناس الذين أحبوه صديقاً ومحباً وقريباً منهم. شكراً لزميلة هبة على هذا التقرير المتميز. طبعاً لا يخلو أي شاشة تلفزيون من برامج الفتاوى في رمضان، هي الختم الرمضاني أكيد، بصمة رمضانية لهذه البرامج. إذن بهذا نصل إليكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. قبل الختام لازم نشوف الشكل النهائي لوصفتنا وطبقنا لهذا اليوم، حلويات معنا البسبوسة مع تهاني دائماً. يلا صفاء نروح لعند الشيف تهاني. مين أسرع في المشي، أنا ولا أنت؟ مين أسرع؟ طبعاً. أنا اليوم أسرع. أيوة. أنا صحيح أنحف لكن أبطأ. هيا عنا تشيز كيك بالبسبوسة جاهزة، تزيين جميل زي أنها من وحي الشهر الفضيل. هلال ونجمة. يا سلام عليكي، من الصبح وأنا أسوي فيها. حسيت من الصبح. أنت مبسوطة أكثر شيء على الزينة. ممكن تحكي لهم كيف ممكن يسووا؟ المهم الشكل مش مهم الطعم. ممكن تحكي لهم كيف ممكن يسووا الشكل الرمضاني؟ هلا قصيت ورقة مدورة وفرغت نجمة وحطيتها وغطيت كل السطح بفستق حليب. لما رفعتها هاي المنطقة كانت مش سهلة. يسلموا ايديك شيف تهاني، صحتين وعافية. مشاهدينا جميعا جربوا وصفتنا، اكيد نتمنى لكم صياما مقبولا وافطارا شهيا، ونلقاكم باذن الله في مشوار رمضاني متجدد في امان الله. Oh,